لملف غزة، قضية فلسطين طبعا قضية من القضايا الحيوية جدا، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة يوم 7 أكتوبر، ومصر بكل تأكيد بتبذل جهود مكثفة وعلى كل المستويات لوقف الحرب على أهلنا في غزة. في كتير جدا من المبادرات اللي تم طرحها للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. تعالوا نقترب من الموضوع ده. إحنا بنسمع بقالنا 48 ساعة كده سيناريوهات وصفقة مقترحة، وبنسمع دلوقتي كمان في الدول الأوروبية بشكل كبير جدا الكلام على حل الدولتين. فممكن نلاقي فعلا مردود على الأرض، ولا ده كلام للاستهلاك المحلي زي ما احنا بنقول كده؟ دكتور أحمد سيد أحمد يجيب على هذه التساؤلات، الباحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للبحوث السياسية والاستراتيجية. دكتور أحمد صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك هبة وعلى كل مشاهدينك الكرام. دكتور أحمد، بداية كيف ترى مستقبل الصفقة في ظل ما احنا بنسمع آراء متضاربة من الجانب الإسرائيلي؟ شوية يقول لك احنا محتاجين هدنة، شوية يقول لك لا مش هنوقف الحرب، شوية يقولوا لا عندنا شروط فيما له علاقة أو فيما يخص الرهائن، لا الرهائن دول بره الصفقة. كيف تقرأ مثل هذه التسريبات حتى الآن؟ يعني في اعتقادي هبة أن طبعا الجهود المصرية متواصلة على المسار السياسي، إضافة طبعا المسار الأمني والمسار الإنساني، وهو طبعا تخفيف المعاناة، إضافة طبعا إلى وقف هذا العدوان الإسرائيلي. وطبعا هناك الآن تحركات على المسار السياسي فيما يتعلق بالوصول إلى صفقة يعني تحقق لكل طرف يعني بعض أهدافه ومصالحه، طبعا من جانب حماس والفصائل لديها مصلحة في وقف هذا العدوان، لأن الوقت من دم حقيقة وقف هذا النزيف الدوم اليومي. ايضا الجانب الاسرائيلي لديه ايضا مصلحه في اطلاق سراح الرهائن والاسرى، يعني في محاوله تحقيق اي انتصار لتسويق داخليا من قبل حكومه متطرفه بعد فشلها بعد 4 أشهر في تحقيق اي هدف للقضاء على المقاومه ولا حراره الاسرى ولا غيرها من الاهداف. وبالتالي هناك كل طرف الان بيطرح اقصى مطالبه، لكن انا في اعتقادي الظروف الان تدفع باتجاه ربما الوصول الى هذه الصفقه، خاصه في ظل عدد المتغيرات. المتغير الاول هو طبعا اتفاق باريس والاطار الذي قدمته مصر، بيعكس صلب المقترح المصري الذي يقوم على مراحل تنتهي بوقف لاطلاق النار وتقوم باطلاق سراح الاسرى والنهائر وهدنه طويله كبيره ثلاثة شهور. الامر المتغير الثاني وهو حقيقه ان كلا الطرفين كما اشرنا مصلحه في الوصول لهذه الصفقه، سواء جانب الفصائل او جانب حكومه الحرب الاسرائيليه المتطرفه. ثم هناك متغير ثالث وهو ايضا قرارات محكمه العدل الدوليه التي ابدت شكل عامل ضغط على الجانب الاسرائيلي وايضا على الجانب الامريكي، وامريكا الان متحمسه لهذه الصفقه، حضرت اتفاق باريس وحضر رئيس المخابرات الامريكيه، وبالتالي كلها ظروف ناضجه. لكن كل الاطراف لها مصلحه الان في وقف العدوان وقف اطلاق النار، ربما باستثناء حكومه الحرب الاسرائيليه التي ما تزال بخطابين، هي من ناحيه تريد تحقيق انتصار عبر تحرير الاسرى، ومن ناحيه اخرى تتشدد في خطابها، واخر لحظه واحنا نتكلم يرفض نتنياهو ومعه باطلاق سراح اسرى فلسطينيين، كما تطالب حركه حماس والفصائل باطلاق اكثر من يعني مقابل كل اسير اسرائيلي يكون هناك 200 اسير فلسطيني، او وقف دائم لاطلاق النار، وتقول انها الحرب مستمره وتقوم بانها تقوم باغراق الانفاق بالمياه. وبالتالي هناك ضغوط شديده على حكومه الحرب الاسرائيليه، هناك ايضا ضغوط في الداخل الاسرائيلي سواء من جانب المتطرفين لمنع اي صفقه مثل سموتريتش وابن غفير الذي هدد بالاستقاله، او ضغوط في المقابل هو مختلف عليها في الداخل الاسرائيلي مع وضد، وده يعني واضح ان هو نهج كده احنا تابعناه في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا. لكن كنت عايزه اخد راي حضرتك دكتور احمد في المؤتمر الراقص اللي احنا تابعناه من كام يوم، له علاقه بالاستيطان، فكره دعم الاستيطان ازاي بتشوفوا دلوقتي؟ عشان يعني الصهيونيه اللي احنا بنتابعها في الفتره الاخيره، فكره لا شايفين حماس وفلسطين ازاي مطلعين الاولاد في المدارس، انا على المواقع الاسرائيليه لحد امبارح بالليل شايفاهم بيشيروا فيديوهات لطلبه في المدارس بيقولوا انه الارض دي ارضنا، بيقول لك شايفين الفكر، شايفين الفكر بتاعهم عامل ازاي، ده فكر عدائي، فكرة أطفال عايزين يدافعوا عن بلدهم، عايزين يدافعوا عن أرضهم، فبيقول لك إن ده فكر عدائي. هو هم بيتكلموا وعاملين مؤتمر راقص للاستيطان.
هو حرب للأسف حرب، هناك مجموعة متطرفة من اليهود الذين يحكمون الآن في إسرائيل لأول مرة، يعني هي حكومة ائتلافية من اليمين المتشدد واليمين الديني المتطرف، وهذا أخطر شيء. هم يرغبون المقالات أن هذه أرض المعاد وهذه أرض إسرائيل، ولم يثبت حقيقة حتى في مزارع تحت هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى. في المقابل الفلسطينيين هذه أرضهم، وكل القانون الدولي والشريعة الدولية معهم في تحرير أرضهم من الاحتلال. الفلسطينيين يتكلمون، لا أتكلم عن فلسطين التاريخية، ولكن هم يتكلمون بحدود 67 الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، ومن حقهم كشعب يتعرض لاحتلال أن ينال حقه وتقرير مصيري. الآن يتم يعني تضليل تزييف من جانب هذه المتطرفة، يريدون تفريغ القضية الفلسطينية عبر تهجير القصر الفلسطينيين ومحاولة يعني توزيعهم على أماكن من العالم، وكلها حقيقة يعني أصبحت كلها نوع من يعني هذه التطرف الشديد الذي يكون المزيد من العنف. يعني هذا لن يخدم إسرائيل، يعني منطق إسرائيل في التطرف والتضليل والقوة والتهجير ومنع الغذاء والكهرباء والعدوان وقتل أكثر من 27 ألف بعد كل هذه الحرب وكل هذه الدماء على مواقعهم ينشروا مثلا إيه صورة مستشفى ميداني يقولك شايفين إحنا بنقدم إيه للفلسطينيين، وهو بيقصف المستشفيات لحد مبارح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للبحوث السياسية والاستراتيجية. وعايز أقول لحضراتكم دلوقتي أنه جيش الاحتلال شغال على الاقتصاد أو الصهيونية الاقتصادية والصهيونية الثقافية، وهدي لحضراتكم تفاصيل أكتر عليها في الحلقات القادمة، لأن هو بيشتغل على صهيونية العمل والمنتوج، ده فيما له علاقة بالاقتصاد، صهيونية العمل والمنتوج. والثقافية هقول لحضراتكم التفاصيل عنها، لأن هو بيشتغل على قلب ودماغ الناس حتى في المجتمع عنده الداخلي.